وهو التطبيقات العالمية لمنظومة الابتكار، وتعتذر منكم الدكتورة زهرة رواحية، وهي أحد أعمدة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتواجدها في المستشفى. أمس اتعبت واليوم ما زالت في المستشفى، سأقوم بإدارة هذه الجلسة نيابة عنها. يتفضل الأستاذ فراس العسلي، وهو مدير مركز الطاقة المتجددة وعميد في كلية الجامعة الهاشمية الأردن. تفضل يا دكتورنا المميز. شاكر إليك في البداية، حابة أشكرك دكتورة هنادي المباركي على الاستضافة الطيبة وعلى الحدث الكبير الصراحة اللي استضفتي كوكبة رائعة من المميزين والباحثين والمخترعين في الوطن العربي، فحاب أوجه لك كل الشكر وكل التقدير على هاي الخطوة ما شاء الله المستدامة سنة بعد سنة ما شاء الله. راح أعمل شير للبرزنتيشن الخاص فيها إذا سمحتوا لي. البرزنتيشن هو عبارة عن مشروع بحثي، ابتدأ بمشروع بحثي وانتهى ببروتوتايب وبروفن كونسبت أنشأناه. المشروع كان يتعلق في إيجاد نظام تحذير مبكر للفيضانات والفلاش فلودز، الفيضانات المفاجئة اللي بتحدث خصوصا داخل المدن باستخدام التنبؤات بحالة الطقس وأيضا قراءة الداتا من على الأرض، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومن ثم الخروج بنظام تحذير مبكر للفيضانات. الفيضانات ما بين عام 2001 و2018، وأنا هنا راح أتحدث عن الباك جراوند والبداية تاعت المشروع والبحث. من 2001 2018 كان هناك خسائر عالمية مالية تقدر ب 500 مليار دولار ووفيات أكثر من 94 ألف شخص نتيجة الفيضانات. في الأردن واجهنا عدد من الفلاش فلودز بين 2018 و2020، واحد منها تسبب بأكثر من 5 ملايين دينار أردني خسائر ل 200 محل تجاري. الخمس ملايين أنا راح أستعرض بعض اللقطات الخاصة بالفيضانات اللي جاءت خلال فترة 2019. بنلاحظ أنه كان في عندنا فلاش فلودز في مناطق سكنية مأهولة ومنطقة منطقة أثرية في وسط عمان. هاي الفلودز أثرت على الحياة البشرية وأيضا السكان والتجارة والتنقل وسببت خسائر كبيرة. الخسائر المادية اللي احنا ممكن نتحدث عنها بس في خلال هذا الايفنتس الواحد كان اكثر من 5 ملايين. ومن هنا احنا بدينا نفكر في المشروع الخاص فينا انه لازم يكون في اكثر ايجاد حلول مستدامة لتقليل الخسائر من الفيضانات سواء على المجال الاقتصادي او ايضا الاثر البشري. الدراسات السابقة اللي كانت موجودة كانت بالعادة تركز على الفيضانات في المناطق النائية أو مناطق الأنهار، وكانت تعتمد على حالة الطقس أو على التنبؤات الطقس في تلك المناطق، أو في بعضها عبارة عن thresholds value لليفل للمياه البحر والأنهار. لكن مع تغير المناخي مع زيادة عدد الفيضانات حول العالم كان لازم نستخدم التطور التكنولوجي والحاجة لاستغلال الذكاء الاصطناعي حتى نقدر نحافظ على حياة البشر وأيضا نقلل من الخسائر الموجودة. فكان المشروع الخاص فينا حاولنا أنه في نجد ونخترع نظام إنذار مبكر للفلاش فلودز الفيضانات المفاجئة من خلال إدماج أكثر من عنصر مع بعضه البعض. العنصر الأول كان أنه إحنا كان عندنا نعمل ريال تايم measurements للووتر ليفل داخل مجاري تصريف مياه الأمطار والشوارع. يتم نقل هاي الداتا من خلال جي اس امز مودلز ونستقبلها من خلال كلاودز ومن خلال برنامج ندمجها من خلال بلاتفورم احنا انشأناه مع الوذر فوركاست، نتيجة انه احنا بناخذ برضو الداتا الجاية من الوذر نتنبأ بكمية الأمطار اللي راح تسقط في المنطقة المحددة، ومن ثم أنشأنا برنامج يقدر يحسب نحول كمية الأمطار والتنبؤ من الوذر فوركاست لكمية أمطار راح تكون داخل الشوارع المعنية وقديش ممكن يرتفع مستوى الأمطار أو مستوى المياه داخل
مجاري تصريف الأمطار وداخل الشوارع. فعليا نتيجة لموجة المطر هاي، فبصير عندنا في عندنا ريال تايم داتا وفي عندنا فوركاست داتا، استفدنا منهم انه نطلع مور اكوريت فوركاست للفلود، ونحدد هل ممكن يكون عندنا فلود خلال الساعة القادمة او ال 24 ساعة القادمة، وتحديث الداتا كان يكون عندنا خلال كل 10 دقائق فعليا. ومن ثم ندخل البيانات اللي اجتنا على الفلود وورنينج سيستم، هذا بيصير يميز الداتا بناء على المنطقة، وبيحدد هل انا محتاج اطلع وورنينج او اطلع الارمز، ويتم ارسالها بطرق مختلفه. الاليه الرئيسيه اللي اتبعناها زي ما انا حكيت انه احنا بناخذ ريال تايم ميجرمنتس وبرضه فوركاست للويذر، ندمج مع بعض من خلال نظام اتصال فعال وتحديث مستمر للداتا والفوركاست، بدمجهم مع بعض باستخدام الذكاء الاصطناعي وراح احكي عنه كمان شوي. والسوليوشن خلينا اكثر استدامه بحيث انه أجهزة الريال تايم ميجرمنتس اللي بتقيس مستوى مياه الأمطار ومياه في مجاري التصريف تم ربطها مع وحدات طاقة شمسية وبطاريات، بحيث يكون السيستم ايزوليت والسيستم عبارة عن سستينبل 100%، فبيقدر يظلوا يبثل لي داتا متواصلة. في بداية مشروعنا أخذنا منطقة محددة، هي المنطقة اللي استعرضتها في أول فيديو، درسنا المنطقة مثلناها من خلال البرنامج، دخلنا كل الليفلز الخاصة في الأرض، مجاري الأمطار والسيول الموجودة فيها، بحيث نقدر نعمل سيميليشن حقيقي للمنطقة. ومن ثم بدينا نشتغل على إنه نستفيد من الوذر فوركاست بحيث انه نعمل استيميشن للووتر ليفل على كل ايفنتس من الوذر، ومن ثم نقدر نعمل فوركاست للفلاش فلودز اذا كان موجود. ومن ثم انتقلنا حتى نقدر نكون اكثر دقة في التنبؤ بحدوث الفيضان. مشكلة حدوث الفيضان انه احيانا الداتا بتكون سريعة ومتغيرة، واحيانا الوذر فوركاست بيكون نسبه الخطا فيها عاليه، فحتى نقلل من تاثير الرول فوركاست او عفوا الايرور فوركاستنج او التنبؤ هذا، وما نسبب اي هازردز لنتيجه انه يكون عندنا خطا بالتنبؤ بحدوث فيضان او مستوى مياه معين في الشوارع، قررنا ان نستخدم نوع فوركاست جديد بسموه رولينج فوركاست، واستخدمنا هنا نيور نتورك، ارتفيشال نيور نتورك تكنيكس. والتكنيكس ببساطه بيعتمد انه انا بقدر اعمل فوركاست ل 24 اورز، لكن كل تايم ستيب انا بعملها فوركاست كل ما تمشي بالوقت راح ارجع اخذ الداتا الحقيقيه اللي موجوده عندي، ومن ثم بدخلها بالفوركاست من البدايه، فبصير عندي الفوركاست كانه ويندو قاعده بتتحرك معي، وكل ما امشي بالويندو هاي برجع باخذ الداتا من اول وجديد. فكان في عندنا فرق بالنتائج بين اني استخدم فيكست فوركاست، فوركاست ثابت اني انا بتنبأ لليوم القادم او خلال ساعتين قادمات، من اني استخدم رولينج فوركاست بيعتمد على تواتر الداتا بتيجي من سواء القراءات اللي بتيجي من الشوارع وحسابات التغير في مياه الصرف او بالخطأ بالفوركاست. الآن حتى أي فوركاست في له نسبة خطأ، هاي إحنا استغليناها ودخلناها معنا بحيث إنه بالنكست ستيب أنا ممكن أقلل منها، فإذا أنا أخطأت في الستيب الأولى في الستيب الثاني بقدر إني أتفاداها. ومن ثم بعد ما إحنا ننتج الفوركاست قسمنا الووتر ليفلز لكل ووتر درينج حسب التصميم الشارع وحسب مصرف مياه الأمطار وأماكن التصريف إلى زونز، كل زونز لها معنى معين. فعندنا الزون الأخضر بكون مستوى طبيعي تصريف الأمطار فيه ما عنده مشاكل، زون أصفر ممكن قرب لأكثر من 50% أو 50% من قدرته التصريفية، وهون هاي الزونز بتكون طبيعية احنا ما انشأنا فيها اي الارمز نتيجة وجودها. لكن لما ننتقل لمستوى البرتقالي والاحمر واللي هو بيكون ان قدرة التصريف خلال الساعة القادمة راح تكون اقل من 50 او اقل من 75%، بنبدأ انه نرسل الارمز وتنبيه، والالارمز والتنبيه احنا عملنا على انها تكون متنوعة. اول شيء راح يكون كان عندنا من خلال
السوفت وير اللي انشاناه بيصير في مركز التحكم اكسل شيت محدد. هذا الاكسل شيت بيصير الليفلز بتبين عنا كلرز ليفلز، ومن ثم في عنا ديالوج بوكس بيصير في مركز التحكم اذا صار في اي كريتيكال فاليو قريبه، ومن ثم بننتقل اني انا بدي اعمل اناونسمنت للناس في المنطقه المحدده. فكان في عنا تو انذر سوليوشن. الاول تويتر. تويتر في منصه خاصه بتويتر، هاي المنصه مباشره بصير وورنينج عليها دايركت انه في الشارع الفلاني راح يصير في عنا فلود، برضو عشان السوشيال ميديا. برضو اتفقنا مع حتى نعمل تيست في مع شركه اتصالات انه الناس اللي بيكونوا بالزونز اللي فيها فلود راح يصير يوصلهم اس ام اس، وكان هذا الامر الثاني. والامر الثالث ايميلز محددين لكريتيكال بيبلز لازم يعرفوا انه في عندنا فلودز في الاماكن معينه زي الوزارات او الفنيين او المهندسين المعنيين. فبهاي الطريقه احنا قدرنا نوصل لاكبر عدد من الناس باي ايفنت، ونقدر نوصل لهم ونحذرهم من حدوث الايفنتس. انتقلنا في المرحله اللي بعديها انه احنا نعمل بروتوتايب، والشاشه اللي امامنا اذا بدي اقسمها من الجهه اليمنى فعليا عندنا البي في سيستم والباتري مربوطين على السنسورز، وهو التراسونيك سنسورز اللي بيقيس الووتر ليفل. انشانا تانك شبيه في المرحله الاولى بمجرى مياه الامطار، بحيث انه احنا نحط له نسبه تصريف معينه، وايضا نقدر نزيد نسبه مياه معينه، فبنقدر نقيس الليفل ونفحص الموديل تبعنا بناء على اكيوريت حتى نقدر نعرف الفوركاست برضه تبعنا قديش نسبه الخطا فيه. ومن ثم بننتقل الجزء الايسر من الشاشه، وكان مركز التحكم اللي هو بوصل الداتا سواء من الالتراسونيك او الوذر فوركاست، واحنا تعاوننا مع شركه طقس موجوده في الاردن بحيث تزودنا في الداتا ونقدر نحللها. ومن ثم انتقلنا انه في مركز التحكم انه يصير تحليل للداتا ويصير فوركاست. ورقم خمسه كانت كنا مشبكين اكثر من لوكال ديفايس بحيث توصل الورنينج سيستم الموجوده عندنا. فالنموذج التطبيقي زي ما انا شرحت بيتكون من خمس مكونات. ومن ثم بدأنا نشوف وعملنا تيست على المودلز، راح استعرضه معكم اذا سمحتوا لي. فهنا الالتراسونيك سنسورز اللي بيقيس قديش الليفل تاع المياه، وبرسل من خلال جي اس ام موديل اللي بروح للسيستم من خلال بلاتفورم بجمع الداتا. هاي الداتا بيتم تحليلها وايضا ادماجها معنا في حال كريتيكال فاليوز بتظهر مباشره عندي، سواء زي ما حكيت دايلوج بوكس او تويتر او ايميل او حتى اس ام اس على التليفون. وكله كان تيستد. الان بالنسبه للمشروع كان من اهم النقاط اللي احنا فيه انه احنا نقارن قديش احنا نسبه الخطا عندنا مقارنه باكثر من موديل. فعملنا بروف ان كونسبت بالبدايه للفوركاست، ومن ثم قارنا الداتا الخاصه بالفوركاست انه نستخدم اكثر من موديل. الاول انه نستخدم الفوركاست اللي بسموه الفيكست الثابت مع التكنيكس الجديد اللي احنا استخدمناه اللي هو الرولينج المتحدث او المتجدد الدائم، وكانت نسبه التحسن كبيره جدا، اكثر من 93% بنسبة التحسن فعليا، وخفضنا من نسبة الايرور. وبخصوص الذكاء الاصطناعي واستخدام اكثر من تكنيكس، برضو عملنا على استخدام اكثر من نيور نتورك موديل مع اكثر من اوبتمايزيشن تكنيكس، من بينهم الجولدن ريشيو او البارتيكل سوام او تيشر ليرنينج، بحيث انه نقدر نقارن مدى تاثير. التاثير كان اقل اذا استخدمنا الجولدن ريشيو اوبتمايزيشن تكنيكس لتحديد البراميترز الخاصه بالنيور نتورك والارتفيشال انتليجنس، لكن ما كان التاثير الكبير. كانت جميع المودلز بتعطينا نتائج كويسه بالجول اللي احنا بدنا اياه انه احنا نحدد كم عندنا فوركاست. بالنهايه احنا زي ما حكيت قدرنا نحقق accurate forecast تم تطبيقه على أرض الواقع، ومن ثم حققنا نتائج تنبؤ أكثر دقة بمعدل 93 مقارنة بالنماذج الثابت والموجودة بالأبحاث. فكانت نسبة الخطأ بتاعتنا أكثر دقة بشكل كبير.
تم نشر نتائج المشروع خلال two published paper مع high quality journals. و بالنهاية أنا حاب أشكركم جميعا للاستماع، وبتمنى إذا أي حد عنده سؤال فأنا إن شاء الله جاهز. نشكر الدكتور فراس العسلي على الاختراع اللي قدمه لنا، ونقدم الآن معالي الدكتور عصام شحرور، أستاذ في جامعة ليل ورئيس شركة الاستشارات سمارت. تفضل دكتورنا. شكرا دكتورة هناد. في البداية بحب أن أشكرك لهذه الدعوة، يسعدني جدا أن أشارك في هذا المؤتمر. كان بودي أن أكون متواجد معكم بالحقيقة، بس أتأمل السنة القادمة أكون متواجد معكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وأكون أشارك فيه بشكل فعال أكثر. بحب كمان أشكر الأخ فراس العسلي هذا التقديم المميز. الموضوع هذا كثير مهم، وأنا بدي أتعرض له كمان بالمحاضرة أو بالإلقاء تبعي. بدي أشارك طبعاً. نعم. مثل ما تفضلت دكتورة هنادي، أنا أستاذ بالهندسة المدنية والمدن الذكية في جامعة ليل في فرنسا، وأدرت مختبرات أبحاث كبيرة جدا في هذا المجال. وكمان حاليا أنا برأس شركة استشارات في فرنسا بمجال المدن الذكية والأنظمة الذكية. الموضوع اللي بتقدم له أنا اللي هو حول موضوع المدن الذكية، وكيف المدن الذكية بإمكانها إنها تفيدنا بإدارة الكوارث. نعرف أن الكوارث الطبيعية بالحقيقة لها علاقة كبيرة جدا في مرونة المدن. في إذا بدي أخذ هذه المقالة للسكرتير العام للأمم المتحدة جديدة بالحقيقة، يحكي فيه أنه لا شيء يقود التنمية المستدامة مثل الكوارث. يمكن للكوارث أن تدمر في لحظة عقودا من البناء والتقدم. يعني احنا الزلزال يدوم بين 10 إلى 30 ثانية، شفنا الدمار اللي ممكن يعمله. الفيضانات كمان ممكن تكون فترتها قصيرة جدا تعمل دمار كبير. ففهم المخاطر والكوارث وإدارتها هو بالحقيقة شيء مهم جدا من أهداف التنمية المستدامة. المدن لها دور كثير مهم بموضوع الكوارث. إذا أخذنا الكوارث بالحقيقة في عندنا 3 عوامل كثير مهمة بالتعامل معها. العامل الأول هو الخطر. الخطر يعني خطر الزلزال أو الفيضان. ما هي نسبة هذا الخطر؟ بعطينا فكرة عن الإشي هذا. الموضوع الثاني هو الضعف. ما هي قدرة سواء كانت البنية التحتية أو بالحقيقة النظام الموجود عندنا لمقابلة هذا الخطر. والموضوع الثالث واللي كمان كثير مهم هو التأثير. إذا صار زلزال عندي أنا داخل المدينة والمدينة مكتظة جدا، أكيد التأثير تبعها بيكون كبير جدا، فالإكسبوزر بيكون كثير عالي. إذا صار زلزال في منطقة صحراوية ما فيش فيها ناس بيكون التأثير تبعه قليل، أو في عنا أعداد كبيرة جدا من الزلازل في المحيطات ما بتأثر كثير. ففي هذول الـ3 عوامل اللي بالنسبة لنا هم المهمات جدا. بنشوف إنه بالحقيقة بالنسبة للمخاطر خاصة موضوع التغيير المناخي، إذا لاحظنا زيادة هذه المخاطر من 1970 تقريبا لحد 2022، إنه في ازدياد في أعداد هذه المخاطر والتأثير تبعها. السبب الأساسي راجع لموضوع التغير المناخي. الموضوع الثاني بالنسبة للإكسبوجر، إذا لاحظنا إنه في عنا بالحقيقة تركيز كبير جدا اليوم في العالم في المدن. فالمدن اليوم تجمع أعداد كبيرة جدا من السكان، أعداد كبيرة، مدن كثيرة. فهذه المدن كمان بتزيد موضوع التعرض للكوارث الطبيعية. إذا نظرنا إلى فقط يعني حادثة 2022، موضوع الفيضانات اللي صارت في باكستان في أغسطس 2022، هاي الفيضانات غمرت حوالي 30% من باكستان، أدى لنزوح أكثر من 33 مليون شخص
وقتل فيه 1500 شخص. بتعطينا هذه الفكرة أنه بالحقيقة الأحداث الكبيرة والكوارث اللي عم بتصير شو كان تأثيرها وليش لازم نحن نكون متحضرين للتعامل معها. هلا بيجي موضوع المدينة الذكية، موضوع المدينة الذكية رح نشوف بالحقيقة هو يعني موضوع كثير مهم، مفهوم جيد رح يساعدنا في مواجهة الكوارث. هذا الموضوع المدن الذكية يعني بنحكي عنه حدود 15 سنة اللي بدأ فيه هو شركات التكنولوجيا المعلومات، وكان هو الهدف منه أن نجد حلول فعالة لمواجهة التحديات الحضرية، خاصة زيادة عدد السكان، تعقد المدينة وكثرة المشاكل الموجودة داخل المدينة. المدن الكبيرة بالعالم يعني بالحقيقة تبنت هذا المفهوم، حاولت إنه تطبق مفهوم المدن الذكية حوالي 10 ل 15 سنة. وإذا لاحظنا هون إنه في مثلا في أوروبا كان في عندنا حوالي 500 مشروع، بالصين فوق 200 مشروع، بالهند 100 مشروع، في عندنا طبعا مشاريع كمان بأفريقيا بالشرق الأوسط، معظم المناطق حاليا تهتم بهذا الموضوع لأنه بتعتبره إنه موضوع المدن الذكية راح يساعدنا بالحقيقة بتحسين الخدمات داخل المدن، البيئة داخل المدن، ويخفف من الأزمات سواء المواصلات أو كذا وكذا. إيش هو المفهوم تبع المدن الذكية؟ هو قائم أساساً على التكنولوجيا الرقمية. النقطة الأساسية فيه هي تجميع المعلومات في الأمور اللي بتتمنى داخل المدينة، والأمور اللي بتتمنى داخل المدينة كثيرة جداً، يعني بنحكي عن المواصلات، المياه، الطاقة، البيئة، النفايات، ففي مواضيع السكن، في مواضيع كثيرة جدا. وإذا بدنا ندير المدينة بشكل جيد بلزمنا نحصل على هذه المعلومات، سواء كانت المعلومات الثابتة عن البنية التحتية أو المعلومات المتغيرة، كيف الأمور هذه عم تمشي، أو المؤثرات كمان لها مثل الطقس أو إذا حصلنا على هذه المعلومات ننقلها طبعا للخادم المركزي داتا سنتر ونقوم بالتحليل هذه. المهم بالتحليل تبعهم انه يكون في الوقت الحاضر، يعني لحظه، لانه اذا بدنا نتجاوب احنا مع اللي عم بصير داخل المدينه بحاجه انه يكون التحليل لحظه. تحليل لحظه لكميات هائله جدا من البيانات ممكن اليوم نقدر نعمله من خلال الذكاء الصناعي او من خلال موضوع البيج داتا. والهدف من التحليل هذا انه نعمل خدمات، نقدم خدمات للمجتمع، تحسين احوال السير، تخفيف هروب المي، تحسين الامان بالنسبه للطاقه، كل الامور هذه، تخفيف طبعا التلوث، كل هذه الامور اللي بنحاول نعملها احنا من خلال تحليل هذه البيانات، الهدف منه انه نعمل التحسين فيها. طبعا اللي بيساعدنا فيه انه اليوم في عندنا امكانيه كبيره جدا لجمع البيانات، سواء كانت من خلال الانترنت تبع الاشياء، هذا يعني اليوم منتشر بشكل كبير جدا، في عندنا كثير أجهزة استشعار قائمة عليه. الجيد فيه بالحقيقة إنه بإمكانه يقيس ويخزن وينقل المعلومات، وبإمكانه كمان يعمل أفعال يعني. فهذا الشيء يعني سمح لنا إنه نربط كل الأمور بين بعضها، نقدر إنه نتابعها بالوقت الحاضر. موضوع التليفون كمان كثير مهم، لأن اليوم التليفون موجود في كل مكان، بإمكانه كمان إنه يعمل تواصل مع المواطن اينما كان، يعني كمان نستخدمه من اجل نقل المعلومات بعد حتى بالقياس. الاقمار الصناعيه، الموضوع التواصل الاجتماعي، في كميات كبيره جدا من البيانات، الكاميرات الموجوده كمان اليوم في كل مكان. في اليوم بسبب يعني او بفضل النظام الرقمي والتكنولوجيا الرقميه انه نجمع كميات هائله جدا من البيانات حول المدينه. الموضوع الثاني انه موضوع التحليل، مثل ما حكيت انه في عندنا الامكانيه اليوم ان نحلل كميات هائله جدا من البيانات، سواء كانت بيانات تقنيه او حتى بيانات اجتماعيه، هذا الهدف منها انه كنا نحللها بسرعه. وفي عندنا كمان موضوع التحكم الالي، التحكم الالي خلينا بناء على التحليلات اللي عملناها إنه نقدر نتحكم في بعض الآلات، في بعض الخدمات بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل الإنسان، وإذا كان بلزم تدخل الإنسان ممكن نعمل كمان تدخل بالإنسان، تدخل الإنسان. فهذه المواضيع الثلاثة اللي مهمة لنا بالنسبة للمدن، جمع البيانات، تحليل البيانات، وإمكانية التحكم.
طب هل الشيء هذا الشيء كيف بإمكانه يساعدنا في تحقيق مرونة المناطق الحضرية؟ المرونة بالحقيقة هي الهدف الأساسي تبعها هي تحسين أداء المدن وقدرة المدن على مواجهة الكوارث، سواء كانت الكوارث هي طبيعية أو حتى من صنع الإنسان، يعني الثنتين. والمرونة هذه قائمة أساسا على التعلم، يعني إحنا بالأنظمة المعقدة صعب جدا نعمل فقط على موضوع السيميليشن، لا تكفي لأنه الأمور كثير معقدة مترابطة ببعض. بس إذا حصلنا على معلومات مثل ما تفضل الدكتور فراس من الأنظمة الحقيقية وتعطينا معلومات دقيقة على ما بصير بالأنظمة هذه، بإمكاننا نتعلم من اللي عم بصير ونحسن قدرة المدن سواء على مواجهة الكوارث أو التأقلم مع هذه الكوارث. إضاعة الكوارث بالحقيقة قائمة على مبدأ معين، مبدأ هو إذا أخذت أنا أي نظام حضري، هذا النظام الحضري ممكن يكون مبنى، ممكن يكون جسر، ممكن يكون نفق، لا هذا في عنده بالحقيقة أداء، هذا ما سمحنا الأداء الأولي، يعني عنده بيرفورمانس معينة. بصير في عندنا الكارثة، الكارثة هذه طبعا راح تخفف من الأداء، يعني مثلا إنه الجسر انهاد ما مش راح يقدر ينقل السيارات، إذا المبنى انهاد نفس الشيء، إذا المستشفى تأثر، فالأداء تبعه خلال الكارثة هذه راح يقل لحد معين، وبعدين بعد ما تنتهي الكارثة وتم إعادة الإعمار شيء في فترة التعافي، والهدف أن نرجع للتعافي مشان نجد الفعالية النظام عندنا السابقة. فبنلاحظ في عندنا في الحقيقة احنا 3 مراحل. المرحلة الأولى هي قبل حدوث الكارثة، وهذا شيء كثير مهم أنه كيف احنا جهزنا البنية التحتية تبعتنا، الأنظمة تبعتنا من أجل مواجهة الكوارث. وأن طبعا في عندنا قوانين للبناء، قوانين للخدمات، تحضير المستشفيات، كل الأمور هذه هي مواضيع أساسية بالنسبة للتحضير. في الفترة هذه اللي عندنا، هذه الفترة كثير مهمة، لأن الفترة بالحقيقة اللي احنا بصير فيها الدمار. في الفترة اللي بين ما يحصل تحصل الكارثة ويبدأ الضرر، هاي بنسميها مرحلة المبكرة. هذه المرحلة هي بالحقيقة من أهم المراحل الموجودة عندنا، كل ما كان عندنا إنذار مبكر كل ما كان عندنا قدرة إحنا بالحقيقة إخبار طبعا المعنيين سواء كان من السلطات أو من الفرق التقنية، المواطنين إنهم يحاولوا يحضروا حالهم لهذا الشيء، أو طبعا الأجهزة اللي بتشتغل عندنا بشكل أوتوماتيكي. نفس الشيء بهذه الفترة كمان، هذا الشيء كثير 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 مهم. هذه المرحلة اللي المرحلة المهمة إنها مرحلة الإنذار المبكر والدمار. المرحلة الثالثة هي مرحلة التعافي، إنه إيش قدرتنا بالحقيقة إنه إحنا نقدر نرجع للوضع السابق بأسرع وقت ممكن. هلا إذا استخدمنا إحنا مبدأ المدينة الذكية، قدرنا نجمع معلومات ونحلل المعلومات ونحولها لخدمات، طبعا راح نتعلم، راح اتعلم كثير لانه عم نشوف شو عم بصير، شو صار خلال الزلزال الفلاني، شو صار خلال الفيضان كذا وكذا، هاي كلها دروس مهمه جدا لنا وللمهندسين والقائمين على هذا العمل. فالهدف تبعنا في اداره المخاطر الذكيه بالحقيقه ان نذهب احنا من هذا اللون الاحمر الموجود عندنا هنا، لانه لون البنفسجي، اللون البنفسجي انه نستخدم كل المعلومات اللي حصلنا عليها، سواء كان من خلال التحضيرات الموجودة عندنا، سواء كان من خلال الإنذار المبكر، القياسات اللي عم بتصير معانا خلال فترة الأزمة. الهدف منه إنه نخفف من الدمار، بعدين كنا إحنا عم نتعلم من تجاربنا إنه الفعالية تبعتنا كنا تعلمنا وحسنا الأمور تكون أعلى بكثير من الفعالية السابقة. وهذا هو اللي بالحقيقة اللي احنا بنسميه إدارة المخاطر الذكية، إنه نخفف من الآثار ونرفع كمان من نسبة أو إمكانية التفاعل الموجودة عندنا. هذا الحقيقة طبعا ممكن لأنه احنا عم نجمع معلومات حقيقية
بنحلل المعلومات الحقيقية، عم نتعلم من هذا الشيء، عم بنحسن طبعا هذه الخدمات. بهذا الشيء طبعا بدنا بيانات، يعني نوعين من البيانات المهمة جدا. إذا كنا في مدينة ذكية في عنا بيانات كاملة موجودة عن البنية التحتية، عن الخدمات الحضرية، عن المجتمع، عن طريقة الإدارة، يعني كمان معلومات طبعا في من خلال الاستشعار، هذه الحقيقة موجودة عندنا. هلا في بدنا نضيف إلها، بدنا نروح على المدينة المرنة، معلومات لها علاقة بالكوارث. المعلومات هذه ايش هي؟ بكون عندنا معلومات عن الكوارث، الأخطار الموجودة. موضوع كثير مهم عندنا ايش هي؟ الهشاشة. يعني احنا لازم في المدينة اللي فيها الخطر انه يكون عندنا خبرة كافية أو معلومات كافية عن هشاشة البنية التحتية، عن هشاشة الخدمات، هذا كثير مهم جدا. بدنا معلومات عن الإنذار المبكر، هذا شيء من أهم الأمور الموجودة واللي تكلم عنه الأخ فراس. طبعا بحاجة كمان أن يكون في عندنا أجهزة استشعار موجودة اللي بتقيس اللي عم بصير في البنية التحتية، كمان حكى تكلم عنه الأخ فراس، كيف ان كان جهود الإغاثة كمان موجودة مهمة جدا، وكمان انه كيف نتقدم احنا بأعمال التعافي. الخلط بين هذه المعلومات وهذه المعلومات هو اللي راح يعطينا بالحقيقة نظام المعلومات الكامل لإدارة الكوارث. الإنذار المبكر بالحقيقة في جهد كبير جدا اليوم توجه إليه، لأنه هو كثير مهم. إذا نظرنا إلى نظام الإنذار المبكر للزلازل، في معظم الدول اللي عندها خطر كبير اليوم حطت أجهزة لهذا الشيء، الأجهزة موجودة عندنا بإيطاليا، بأمريكا، في اليابان. اليوم كمان التليفون يستخدم بشكل كبير جدا في أبحاث كثيرة حاليا حول استخدام الذكاء الصناعي لهذا الشيء. الفيضانات في راس حكى عن نظام الأنظمة، هي الحقيقة هي موجودة بين وضع طبعا أجهزة استشعار والحصول على المعلومات سواء كان من التنبؤ، كل المعلومات هذه كيف ناقلها إلى النظام المركزي من أجل كمان أنه يتم إخبار الجهات المعنية. هلا تحليل البيانات اللي بنجمعها إيش الفائدة منها؟ إذا أخذنا في المرحلة الأولى مرحلة التجهيز، بالحقيقة هي راح تسمح لنا أول شيء نغير نحسن في المعايير، هذا شيء كثير مهم. انه اليوم اذا صار في عندنا زلزال في مدينه زي في اليابان، تاثير تبعها قليل جدا لانه المعايير تطبق. في مناطق كثيره للاسف نفس الزلزال ممكن يعمل ملايين الكتله لانه المعايير لا تطبق، فموضوع المعايير كثير مهم. كيف مقاومه البنيه التحتيه الضعيفه كيف لازم نعمل فيه؟ مرونه المجتمع، المجتمع كمان كيف بامكانه يتحضر ويتعافى؟ ايش خطط الطوارئ؟ ايش الانظام المبكر؟ كل هذه الامور راح تخلينا نحسنها قبل حصول الكارثة، وهذا الشيء بحاجة إلى وقت، مش كان نعمله فقط بفترة سريعة. فهذا أهمية المدن الذكية بهذا الشيء. نفس الشيء بفترة الإنذار المبكر، الكشف المبكر هذا هو من أهم الأمور الموجودة عندنا. الإجراءات التلقائية للبنية التحتية هذا كثير موضوع شيء. الإبلاغ السلطات والمجتمعات بشكل سريع كمان كثير مهم. التحضير لإجراءات الطوارئ، المستشفيات، الوصول إلى كذا، كمان هذا الشيء كثير مهم بالنسبة لنا. بشكل عام خلينا نقول بالنسبة للمدينة المرنة، إنه اللي بدنا إياه إحنا تحسين أداء جميع الأنظمة، سواء كانت المباني، البنية التحتية، الإدارة، الطوارئ، المجتمعات، بإمكاننا نحسن هذا الشيء إذا فهمنا بشكل أفضل ودخلنا التكنولوجيا فيه. قدرة المدينة على الصمود، ايش هذا؟ المعايير، البنية التحتية والمجتمع، تحسين النظام المبكر هذا الشيء كمان كثير مهم، خطط الطوارئ. في نفذنا احنا بالحقيقة مشروع كبير جدا في فرنسا في المدينة الجامعية، اسمه المشروع هذا مشروع مدينة الشروق، انا كنت مشرف عليه. الهدف كان منه تحويل المدينة الجامعية اللي شايفينها هون إلى مدينة ذكية، مدينة فيها حوالي 25 ألف مستخدم، 40 مبنى فيها كل البنية التحتية اللي شايفينها هون. كان موضوع الفيضانات مواضيع المهمة بالنسبة لنا، لأنه في بصير بالمدينة الجامعية فيضانات كل سنة، فطبقنا هذا النظام بالحقيقة على نظام إدارة مياه الأمطار في
بالحي الجامعي، هذه النظام اللي تم في تجميع المياه بشوفوه كمان هنا. اللي عملناه في البداية إنه قمنا بعمل كشف كامل من خلال الكاميرات اللي بعثناها لكل النظام أو المجاري اللي علاقة في الأمطار، من خلالها تم تبين عنا بالحقيقة كل الأضرار الموجودة، وشفنا وين المناطق الحرجة، وهذه المناطق الحرجة كانت تتطلب إنه يصير في تدخل سريع إذا بدنا نحسن من الأداء. واللي عملناه كمان وضعنا المراقبة الذكية، وضعنا محطة تنبؤ جوي، وضعنا بعض وسائل الاستشعار داخل الشبكة، سواء لقياس تدفق المياه، قياس عكورة المياه، ارتفاع المياه في المصارف في المنهل، كل هذه الحقيقة تم التطبيق لها. ووضعنا نظام للإدارة شبيه للنظام اللي تكلم عنه الأخ فراس. يعني الموضوع الأساسي إنه نطلع من التنبؤ الجوي ونحول التنبؤ الجوي لتقييم العاصفة المطرية، نقوم بعمل تحليل هذا الحكي قبل بيوم على أساس إنه يكون في مشان نحضر الأجهزة تبعتنا كيف نشغل أجهزة المضخات كل الأمور هذه، ونقوم بالتنفيذ تبعها. هلا الشيء الجيد واللي تكلم عنه الاخ فراس وهذا الشيء كان كثير مهم، انه احنا خلال الكارثه خلال الفيضان عندنا قياسات، والقياسات هذه قياسات في الوقت الحاضر، بنرجع بنعمل تحديث لهذه البيانات، وبنرجع بنعمل تحكم بالاجهزه الموجوده عندنا، بصير التحكم موجود عندنا هو ليس قائم فقط على التنبؤ، بس صار قائم على التحديث البيانات. فقط مثال واحد لان ما فيش عندنا وقت للاسف، في هذا المثال اللي بدي احكي له، انه كان في الحقيقه كان في عندنا تقدير بدون الاجهزه النظام الذكي عندنا، كان حجم المياه اللي لها علاقه بالفيضان كان حوالي 1000 متر مكعب، مع التكنولوجيا اللي استخدمناها خففناها لحوالي 800، فكان في عندنا تخفيض 20%، 20% فقط بموضوع الاداره، ما عملنا اي بنيه تحتيه اضافيه وكذا وكذا، بامكاننا كان نعمل افضل من هيك. وهذا بيعطي بالحقيقه اهميه انه استخدام الانظمه الذكيه من اجل التخفيف من الاخطار. يعني مشان الملاحظات الختاميه، المدينه الذكيه بالحقيقه عندها قدره كبيره جدا لمواجهه التحديات الحضاريه، لانه قائمه اساسا على جمع البيانات، تحليل هذه البيانات والعمل التلقائي. في إمكانية إنه كثير نعملها تطبيق على موضوع الكوارث، إذا جمعنا بين معلومات المدينة الذكية ومجموعات معلومات الكوارث وقمنا بالتحليل، ولا تفتبع على مثل ما حكيت هذا أهم نقطة بالنسبة لنا، أن نحسن الأداء إلى أفضل ما كان سبق، مش فقط نعمل الأداء اللي كان سبق. هذا الشيء يتم من خلال البيانات، تحليل البيانات واستخدام التحليل هذا من أجل تحسين البنية التحتية والإدارة وتحضير المجتمع لهذه الأمور. وشكرا على انتباهكم. نشكر الدكتور عصام شحرور على العرض التقديمي المميز، وعندنا الباقي من الوقت 3 دقائق. هل من أي توصيات جديدة يا دكتورنا الفاضل للمستقبل أنت ودكتور فراس العسلي؟ يعني الدكتورة، موضوع الكوارث غير المناخي بتهمنا كثير داخل الدول العربية، احنا معنيين جدا بهذا الموضوع جدا، يعني فالتحضير لها طبعا في على مستوى البنية التحتية بلزمنا شغل كبير، بس يعني هذا راح ياخذ وقت وبحاجة لتمويل كبير جدا، بحاجة كمان للإدارة، الإدارة كمان تكون هذه الإدارة مختصة في هذا الموضوع، تحسين الإدارة. بس موضوع المدينة الذكية، موضوع المدينة الذكية مثل ما حكيت أنا هون هو موضوع بالحقيقة أساسي، لأنه هذا الشيء راح يسمح لنا إنه بتحسين الأداء، تحسين الأداء بشكل كبير جدا، مش فقط للكوارث وحتى لإدارة المدن. فيعني التوصية تبعتي بالحقيقة إنه
عندما نقوم بعمل أي بنية تحتية جديدة أو أي توسيع أو أي مدينة جديدة، إنه كل التقدم التكنولوجي الموجود اليوم والمتوفر إنه يتم استخدامه ويتم تطبيقه، وإنه ما نركز فقط على البنية التحتية. البنية التحتية لازم إنه نربطها بالأنظمة الذكية، لأن هذا الشيء كثير كثير مهم في تحسين الأداء بشكل كبير جدا، مش بشكل يعني بسيط. هذه التوصية تبعتي أنا دكتورة. التقدم التكنولوجي حاضر في عنا بالحقيقة بالعالم العربي وخارج العالم العربي، قدرات تقنية هائلة جدا ممكن أن نعتمد عليها. نعم، حاليا دكتور عصام انت تعلم ان اغلب دولنا الخليجيه وبعض الدول العربيه بدات تنطلق الى، باعتبارك مهندس وانا يعني من اصول هندسيه، تنطلق الى السمارت بيلدينج. والسمارت بيلدينج هذا معناته انه هو تضمين داخل هذه البيوت السكنيه او العمارات الاقتصاديه الى اخر ما توصل له العلم من التكنولوجي. فأصبحت سمارت بيلدينج سواء كان على مستوى الكهرباء أو على مستوى استخدام الماء أو على وكذلك حتى الاستخدام اليومي لهذه الأوفيسز. حسب علمي عندنا احنا في دولة الكويت مباني كثيرة، مباني ذكية، يعني من بعد ما يطلعون الموظفين تغلق، كل شيء يغلق، حتى لو أنت تركت الكمبيوتر مالك او تركت لك اي جهاز ذكي داخل المكتب مفتوح هو يغلق اوتوماتيكيا، ما يعني يتركون اي شيء الا يسكرونه. هذا نزل نسبة فواتير الكهرباء والماء الى، يعني خلينا نقول الى 3/4. وكذلك اود ان ابين ان احنا في دولة الكويت عندنا مشروع كبير بقيادة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتحول من الطاقة الكهربائية العادية إلى الطاقة الشمسية، وأصبحت المسطحات الشمسية تملأ دولة الكويت وبدأ الانتقال منها، وأصبحت البيوت الحديثة كلها تركب الطاقة الشمسية عوضا عن الطاقة الكهربائية. فإذا كبنية تحتية أصبح في عندنا وعي كبير، وأصبحت البنية التحتية الخاصة في السمارت بيلدينج أو سمارت سيتيز موجودة عندنا. ولكن التنبؤ لهذه، وأود أن أبين كذلك أمر كبير، دولة الكويت بقيادة معهد الكويت للأبحاث العلمية لديه مرصد للزلازل، وهو الأول في المنطقة من وضع هذا المرصد للزلازل بإشراف وبعمل من معهد الكويت للأبحاث العلمية. حتى هذا المرصد قد يرصد للزلازل للدول المجاورة بأرقام، يعني خلينا نقول قريبة من الواقع، يعني احنا ما نرصد لهم ولكن قد يرصد بعض الأرقام، وعندما تحدث هزات أرضية في دول قريبة مجاورة يبين لنا هذا المرصد هذه الهزات الأرضية. نشكرك جزيلا، وفعلا احنا بحاجة ماسة، وهذا من أحد أسس هذا المؤتمر، التحول الرقمي والمدن الذكية والبنية التحتية الذكية التي تطمح لها جميع الدول.